اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأكرم من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، أنت الواحد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الغفور الرحيم، وأنت الله الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أكرمك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا، يا إلهنا، يا مولانا، يا سيدنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم أعتقنا جميعاً من النار، اللهم أعتقنا جميعاً من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا برحمتك يا ربنا عمن أغنيته عنا. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما ما تحب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم
والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والسمعة والنفاق والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى والمصابين، وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك، وأن تعلي كلمتك، وأن تخذل أعداءك الذين اعتدوا على المسلمين وحاربوا الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بأمننا وإيماننا وبلادنا ووحدتنا وجماعتنا سوءا أو شرا أو فتنة، اللهم اكشف سره، اللهم اكشف سره، واهتك ستره، واهتك ستره، وأبطل مكره، واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويعادون أولياءك، ويكذبون رسلك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم ارفع الوباء عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير الغافرين، يا خير الغافرين. اللهم لا تحرمنا ما خولتنا من النعم، ولا تسلب عنا ما أوليتنا من جليل الكرم، وارفع البلاء والغضب والفتن والنقم عنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في العاشر، اللهم بارك لنا في العاشر، اللهم بارك لنا في العاشر، وبلغنا ليلة القدر، وبلغنا ليلة القدر، وأعظم لنا المثوبة والأجر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.